والصلاة والسلام على أفضل النبيين. أرى أمامي كوكبة من العلماء والأدباء والمعلمين ورجال القوات المسلحة ورجال القضاء، حتى نائب رئيس جريدة الأهرام. لا نرحب بكم في بيت من بيوت الله، ولكن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو عامر الراهب، كان أشد نفاقا وكان أشد كرها للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يحفر الحفر في الغزوات حتى وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشقت رأسه وكسرت أسنانه. قام هذا العامر ببناء مسجد كبير وزينه وجمله ودعا إليه المصلين، ثم دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفتتح هذا المسجد ويؤم الناس. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لكي يذهب إلى هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر: من بنى مسجدا ولو مقفص القطقاط بنى الله له بيتا في الجنة. مقفص القطقاط أي يعني عش الطائر الصغير الذي يبني عشه فوق نبات أو سنابل القمح، الطائر الأصغر من العصفور. من بنى مسجدا لله ولو مقفص القطقاط بنى الله له بيتا في الجنة. سيدنا النبي جاهز نفسه رايح علشان يفتتح هذا المسجد، يقوم ينزل أمر من السماء لا تقم فيه أبدا، اوعى تروح واوعى تذهب فيه. إليه واوعى تقف في هذا المسجد، لا تقف فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، في سورة التوبة. أمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي ما يروحش، لأني عامر الراهب كان قاصدا أن يفرق المسلمين، هيعمل تفرقة بين النبي والمسلمين، لكن نزل الوحي والقرآن على سيدنا النبي لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد بني وأسس على التقوى من أول يوم. هذا المسجد مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي كانت تبرع، أرض هذا المسجد من المرحوم جمال أفندي سالم حبيب،
وأخيه المحاسب محمد سالم حبيب، وابن المحاسب اللواء شريف محمد سالم حبيب، اتبرعوا بقطعة الأرض لبناء مسجد. المسجد اتعمل في الأول بالبوص، والمسجد ده كان خير وبركة علشان كل اللي موجودين في البقعة دي كلهم كانوا مخلصين. أول حاجة من نعم هذا المسجد إن كان خرج من المنطقة قارئ ماهر، كان دايما يقعد هنا ويقول ويقرأ قبل صلاة الجمعة لحد ما أطلقنا عليه قارئ البوص، وكان المسجد مسجد البوص، حتى أصبح قارئا مشهورا بجمهورية مصر العربية، وهو فضيلة الشيخ أحمد مصطفى شاكر. أن دايما يجي قبل الجمعة بنص ساعة ولا بساعة ويقعد يمسك الميكروفون ويقرأ، ودي كانت من بركات الجامع. المسجد البداية كانت 9/7/2004، وكان أول خطيب يصعد المنبر كان الشيخ هاشم عبد الحميد عبد العزيز أمنة، وده جه خطب في مسجد البوص. بعد كده ودي كانت المرحلة الثانية في 4/4/2006، اتعمل بالطوب الأحمر والطين، واتعمل فيه دورتين مية برة وحنفيتين برة. وبعد كده افتتحوه سنة يوم 1/1/2007، ودخل الأوقاف في فبراير 2007. ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المسلحات الخرسانية والتحفة الفنية والتحفة المعمارية والتحفة الإسلامية اللي انتوا شايفينها دلوقتي، ودي كانت البداية 1/8/2017، وافتتح اليوم الجمعة 3/5/2019. كان هناك، احنا عندنا في شنشور الخير كله، ما تقوليش شنشور ما فيهاش خير، وما تقوليش الاسعار غالية، وما تقوليش انها الناس ما معهاش فلوس. انت لما تلاقي جمعية نهضة وتنمية شنشور لمت 2 مليون جنيه علشان يعملوا 11 وحدة غسيل كلوي يخدموا ابناء شنشور، يبقى شنشور فيها خير. لما تلاقي هذا المسجد جمع 1.25 مليون واتكلف 1.25 مليون، يبقى شنشور فيها خير. لما تلاقي الجمعية الشرعية بشنشور لمت 400,000 جنيه علشان تجيب سيارة تكريم موتى تانية عشان نلاحق على البلد، كل يوم ميتين كثير، وعربية مكيفة، يبقى شنشور فيها خير. لما تلاقي فيه تندة اتعملت قدام المركز الإسلامي اتكلفت 75,000 جنيه علشان تغطي وتضلل والناس تصلي في هدوء وفي الظل، يبقى شنشور فيها خير. لما تلاقي مسجد زي مسجد الأربعين الإبلية أو مسجد الأربعين البحرية أو حوالي 9 محطات مية اتعملوا في شنشور خلاف المحطتين بتوع الجمعية الشرعية، يبقى شنشور فيها خير. لما تلاقي أقل حاجة بسيطة خالص، المقابر دلوقتي كلها منورة وفيها ميكروفونات وجهاز لاسلكي علشان خاطر ندعي للمتوفي، ده أقل حاجة وحاجة بسيطة، يبقى شنشور فيها خير. إذن دائما الخير في وفي أمتي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بيقول من لم يشكر القليل فكأنه لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس
فكأنه لم يشكر الله. احنا بنتوجه بالشكر لكل من ساهم ولو بجنيه، ولو بقالب طوب واحد بس، ولو بلمبة ليد تنور في هذا المسجد. بنشكر القائمين ومجلس إدارة مسجد السلام، المنطقة كلها مجلس إدارة، الكل كانوا رجل واحد، الكل كان قلب نابض واحد، ولكن كلهم كان عندهم الثقة العمياء في شخص رغم كان صغر سنه من بداية المسجد، إلا إنه كان الأمين عندهم. الكل كان بيجيب الفلوس ويلقحها في حجره، وهو الأستاذ محمد سعيد فرحات ثروة، كان دايما نافخ حجره. مش نافخ يعني عشان ما قلت ثروة، مالناش دعوة بالنفخ. وكانت الفلوس كتيرة، وأنفق وكلف وصرف حتى أصبحت التحفة المعمارية. فضيلة الشيخ العالم الأزهري خطيب اليوم قال كلمتين اتنين في حقه، هو كلمتين حلوين أوي عجبوني. قال اللي ساهم، فكرنا فضيلة الشيخ، التاريخ هيذكر الطرفين بس، وحط تحتها 13 خط. فضيلة الشيخ محمد هو مقيم شعائر في هذا المسجد، هيرحب بيكم، اتفضل. وبعدها على طول المبتهل الشيخ احمد عز ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في حضرة مشايخنا الاجلاء الدكتور عبد الرحمن والناس المحترمه الموجودين، الواحد ما يعرفش يتكلم زي ما اتكلموا، ولكن انا بحكي تجربه صغيره قوي بدات بيها من سنه 2004 وانا كان سني 29 سنه ايامها، والحاج جمال رحمه الله عليه قال لي يا ابني انا عايز اعمل جامع نهار على روح ولادي، والفلوس دهيت انا حطيتها امانه في ايدك انت اللي تتصرف في كل حاجه. رحمه الله عليه الحاج جمال، هو في دار الحق واحنا في الباطل، يعني ما ينفعش نكذب على بعض، يمكن دي حاجات ما حدش يعرفها كتير. قلت له حاضر، ومن يومها وانا شلت الفلوس معايا، وربنا اللي بيحاسب، دايما بقول ربنا اللي بيحاسب. وبدانا وكانت البدايه زي ما الاستاذ رامز رازق، وجه لما المسجد ابتدى يشقق قلت لهم يا جماعه عايزين نبني المسجد، لقيت معارضه كتير وكلام ياما كتير، وهو المسجد على ارضهم، هو المسجد كان بتاعهم، هو وسمعت كلام كتير، لكن ربنا قواني واداني العزيمه بفضل المجموعه اللي كانت شغاله معايا، انا اصغر واحد فيهم، وبقوا يقولوا لي ما يهمكش اتكل على الله، طالما انت ماشي في الخير ربنا هيقويك. وكانت البدايه معايا ب 76,000 جنيه، والله ما في غيره، من ضمن واحد اذكره بالخير الله يسهله كان مديني منهم 40,000 بدون ما اعمل حاجه، ادانا 40,000 جنيه قبل ما ابني بست شهور. انا بحكي التجربه ديت لان شفت حاجات كتير صعبه عليا وزعلت منها، بس ما وقفتش وما حبيتش ان اقف، لان انا عايز الجزاء من ربنا، لا انا عايز شهره ولا انا عايز حاجه، انا كده كده كنت راجل شغال وبقبض، حتى في السنه ونص دول كنت مرتبي شغال، يعني المسجد لو ما بناشي انا كده كده شغال. فالراجل ده اداني 40,000 وقال لي خدهم طالما انت هتبني المسجد، قلت له لسه الورق ما خلصش، قال لي خليهم معاك. قعدت الفلوس معايا ست شهور، بقوا 76,000 جنيه. طلعت الورق وجهزته وجيت عشان اهد، خدت مجموعه معايا ورحنا نجيب الحديد والاسمنت. جبنا الحديد والاسمنت اتبقى معايا 6,000 جنيه. والله العظيم وانا ببيت ربنا
6000 جنيه بدأت بهم، حتى لدرجة ان المجموعة اللي كانت معايا كانوا يقولوا احنا بنحلم لحد العمدان بس، يعني كان عندنا حلم نقف لحد العمدان بس، ويمكن الناس تشهد على كده والكلام ده حصل. مش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش يزعل. بدأنا وربنا وفقنا، وزي ما انتم شايفين كده وصلنا للنتيجة دي. المجموعة اللي معايا كانت بتجيب لي الفلوس اللي ياخد، توكل على الله ونروح لده ونروح لده، وعمرهم ما شككوا فيا لحظة رغم الاختلافات، والاختلاف موجود في كل مكان وزمان. فضلت الدكتور عبد الرحمن ذكر الحاجات دي، ما اقدرش نتكلم وراه. الاختلافات موجودة، ولكن لا يوجد هناك تشكيك على الإطلاق أبدا والله، عمرنا ما شككنا في بعض وفضل ربنا، وزي ما انتم شايفين. بس أنا اللي بشكرهم الناس اللي كانت بره في الخارج، الناس دي كانت بالتليفون الواحد بيتصل عليهم كانوا بيبعتوا اللي احنا عايزينه، لحد ما وصلنا للمرحلة دي. أنا كنت بحلم بقول يا ربي، أنا واحد حبيبي قوي بقول يا ربي قبل ما اموت نشوف الجامع ده مبني كده. انا اهو انا سيدي النهارده 43 سنه وخدت المرحله دي كلها، وربنا اللي بيحاسب الجميع، وما زلت بقول قالوا اشترى ارض من ورا الجامع، وقالوا جاب بهايم من ورا الجامع، وقالوا انا بذكر الحاجات ديت لاني شفت الحاجات دي. ممكن واحد يتعرض للعمل ده ويسمع نفس الكلام، هو دايما اللي بيتعرض لعمل عام بيسمع نفس الكلام. وانا بقول انا بشكركم مره تانيه، الناس اللي بره والناس اللي هنا، الناس اللي من خارج شنشور برضه ساعدتنا، قالته وتلوانه وبراشيم وكوم عياد وشوشاي، حتى في ناس من القاهره ساعدتنا بالتليفونات وبعت لنا فلوس، انا بشكرهم. وفي اليوم ده يعني انا بقول الحمد لله ان ربنا وفقنا، ده كان توفيق من ربنا عز وجل. احنا كنا اسباب، واللي عايز من حضراتكم يستفسر عن اي شيء في المسجد او عايز يعمل اي حاجه انا خدامه وتحت امره في اي مكان، عمل الخير موصول في اي مكان. وبشكركم مره ثانيه على حضوركم، واترك المجال للاستاذ رمزي فليتفضل. دخل رجل على حاتم الأصم فوجده يصلي، فأعجب بصلاته، فقال له كيف تصلي يا حاتم؟ أنت بتصلي إزاي؟ علمني. فضيلة الشيخ اتكلم قال إيه؟ إحنا بنأسس الساجد قبل المساجد. فقال له علمني عايز أصلي. بتصلي إزاي؟ قال له عندما يأتي موعد الصلاة أتوضأ وأسبغ الوضوء ثم أجلس في مكاني حتى تجتمع جوارحي، ثم أقف وأكبر وأقرأ ما تيسر من القرآن، ثم أركع، ثم أقوم، ثم أسجد، حتى أجلس إلى التشهد الأخير، ثم أسلم وأنا لا أعلم هل قبلت صلاتي أم لا. بعدما وقفت أمام الحق تبارك وتعالى ووضعت الكعبة بين نصب عيني، وملك الموت من ورائي، وعن يميني الجنة وعن يساري النار، والله من فوقي مطلع علي. فاللهم تقبل منا صلاتنا يا رب العالمين.